الخاصية الأساسية اللي يتحلى بها الشعب هي الوطنية والالتزام بارتباطه بأرضه بتاريخه. مشان هيك تروح على أي منطقة ما تلاقي نسبة قليلة من العالم هجت من ديارها وراحت، العالم كلها ظلت على تراب آبائها وأجدادها، ظلت قراهم، ظلت مدنهم. فرغم كل الضغوطات، رغم كل الحصار، رغم كل التهديدات، شعبنا لا زال مقاوم وصامد. فإحنا إذا نقول إحنا أولاد هالشعب هذا، معناته إحنا من حملنا على كتافنا إنه بدنا نحمي البلد، فلازم تكون اقتراباتنا، مسؤوليتنا، وطبعاً تعاملنا وحبنا لبلدنا ولشعبنا ولرفاقنا ولمؤسستنا تكون أعلى مستوى. أي شغلة بدها تضر المؤسسة، أي شغلة بدها تضر السمعة، السمعة العسكرية للقوات السورية الديمقراطية طبعاً، وإحنا جزء منها بقطاعنا بمجلس العسكري لدير الزور، لازم نكون نتحلى بكل الصفات الجيدة، باقتراباتنا، بتعاملنا، بكفاحنا، بعملنا، بجهدنا، بتعبنا، انه نكون صبورين ونكون نتحلى طبعا بالروح المعنوية العالية.